اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلونا نرحب بابطال هذه الملحمه الكبيره جدا الحقيقه، الفوز بالسوبر الافريقي. النهارده هيكون معانا اثنين من النجوم الكبار الحقيقه، النجم الكبير طبعا كابتن محمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاهلي. ازيك يا كابتن محمد؟ اهلا بيك يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله، تشرف ومنور والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك وده نورك. يعني لله. سعداء جدا، ولكن خليني الاول ارحب بالنجم الاخر او النجم يعني ان شاء الله يرجع لنا بالف الف سلامه، وكان له دور كبير جدا جدا الحقيقه في الوصول لان احنا نقدر نكسب هذه المباراه. الحقيقه النجم الكبير كابتن عبد الرحمن حميد. مرحبا. تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني اولا انا يعني بشكركم جدا 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 على اصراركم ان انتم تبقوا متواجدين معانا النهارده والاحتفال، وحتى لو بشكل جزئي يعني، مع جمهور النادي الاهلي اللي مستنيكم النهارده بالملايين وهو قاعد بيتفرج عليكم، ومبسوطين جدا 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 بالشكل العام اللي اتغير لكره اليد. وهبدا بيك يا كابتن محمد، وبعد كده وبكم البطولات الدوري وكاس وسوبر افريقي، وان شاء الله البقيه تاتي. مش عايزين نحسد نفسنا. لا والله طبعا الحمد لله. يعني بشكر حضرتك الاول، واشكر القناه النادي الاهلي، يا بيتنا طبعا في الاول وفي الاخر. احنا كنا في بيتنا بالظبط، وده اقل واجب نقدر نعمله مع القناه بتاعتنا ان احنا نبقى موجودين فيها على طول. يعني طبعا بشكر ربنا وبشكر الجمهور وبشكر مجلس الاداره وكل زمايلي على اللي حصل الفتره اللي فاتت دي. هم فعلا تعبوا، لان يعني من اول يوم الناس امنت بالمشروع بتاعنا ان احنا جايين نعمل حاجه كويسه في المكان ده. في البدايه بيبقى في حبه صعوبات كالعاده، اتكعبلنا شويه، لكن الميزه ان احنا امننا كستاف وكلعيبه ان احنا ان شاء الله الاحسن جاي. فهو ده الحمد لله اللي عمل التغيير، ان انت تجتهد وتشتغل على حاجه ممكن تكون في البدايه صعبه. الدنيا في الاول شكلها ما كانش احسن حاجه، وحصل بعض العثرات، بدات الناس تتكلم ايه ده مدرب جديد وجاي وبياخد وبيعمل والفرق هي هي، الكلام الطبيعي، ايه الفرق بينكم وبين اللي قبليكوا. اهم حاجه ان احنا قفلنا على نفسنا، ما اهتمناش. ودايما كنت اقول لهم الكلام ده، ولا الكلام الحلو يخليك تفرح قوي، ولا الكلام الوحش يخليك تتاثر جد قوي. طول الوقت خد الامور بهدوء وباتزان، ان خلينا ماشيين زي ما احنا، الحاجه الكويسه ان شاء الله جايه قدام، خطوه خطوه هنوصل ان شاء الله للهدف اللي احنا راسمينه للنادي الاهلي ان شاء الله. الف سلامه يا بطل. والله يعني انت مش متخيل احنا واحنا قاعدين بنتفرج على المباريات سواء في الدوري او في الكاس قد ايه احنا كنا سعداء بالمستوى اللي انت بتؤدي بيه، وكلنا زعلنا ان انت يعني كل جمهور النادي الاهلي الحقيقه زعل على هذه الاصابه، ولكن احنا عارفين طبعا هي اصابات قدريه. الحمد لله والشكر لله، وعندنا دايما حراس مرمى ابطال، يعني لو حميد مش موجود في غيره وغيره وغيره. طبعا انا بشكرك طبعا كابتن اسامه الاول ان حضرتك استضفتنا، وبشكر او بهدي البطولات دي لجمهور النادي الاهلي. زي ما كابتن محمد قال، احنا اكيد مرينا بفتره صعبه يعني، هي كانت طولت بس طولت بصراحه. بصراحه بس الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله بالدوري السنه دي والكاس، وقدرنا نعمل يعني نجمع الثنائيه لاول مره من 9 سنين تقريبا نادي مصري. يعني 14 احنا اول فرقه الحمد لله، وكنا اخر فرقه عاملينها، وقدرنا الحمد لله النهارده برضو ناخد كاس السوبر ونتاهل لكاس عالم الانديه لتاني مره على التوالي. فده مجهود الفرقه كلها، وده يعني اقل حاجه نقدر نعوض الجمهور بيها. صح. عايز اعرف ايه الفرق برضو يا حميد، الناس عايزه تعرف. يعني انا في اول السنه الحقيقه اتقال لي من مجلس الاداره ان احنا بنراهن على مجموعه اللاعبين. يعني انا سالت الحقيقه، وانا اسف ان انا بقول هذا الكلام، ان كلام كانت يعني بيني وبين اعضاء المجلس، انه اتقال لي ان احنا هنراهن على مجموعه اللاعبين الناشئين اللي طالعين، وهنقدر يعني نستفيد منهم وناخد بيهم بطولات. ايه اللي اتغير؟ قول لي الحقيقه، انا عايزك تقول الحقيقه، ان كل جمهور النادي الاهلي عايز يعرف ايه اللي اتغير. لا هو الصراحه يعني انا حاسس ان هي زي ما كابتن محمد قال، ان هي هو مشروع اتبنى ايوه باستمراريه. احنا ما نجحناش على طول، بالعكس احنا وقعنا كتير وخسرنا كتير. احنا بقى لنا 4 سنين تقريبا بنكسب، يعني ما بنكسبش بالطريقه دي. احنا كنا بنكسب بطوله في الموسم، بنكسب بطولتين لو عرفنا، بس هي استمراريه، وكل واحد مؤمن بنفسه ان هو يقدر يعني يقدم حاجه وان هو يتطور من نفسه. فربنا كرمنا الحمد لله ان احنا السنه دي بان شكل تاني. حتى في بدايه الموسم لما خسرنا السوبر المصري كان شكلنا كويس. وطبعا بصراحه بقى مجيء الجهاز الفني كله على اعلى مستوى طبعا، من اول ديفيد لحد يعني الناس كلها اللي جت السنه دي. الصراحه كابتن محمد فينيو في الاجوان، انا الصراحه يعني ممكن اتكلم عليه للصبح.
وفي طبعا الدكاتره كل حاجه الصراحه اتغيرت عشان ابقى صريح برضه. تحس ان كابتن محمد يعني حتى قريب منكم في السن؟ لا هو كابتن محمد لاعب، هو كابتن فاهم يعني، فاهم طبعا يعني انا بتكلم ان هو يعني تحس ان هو من هنا لهنا على طول. اه طبعا هو حتى يعني كابتن محمد اكبر مني ب 16 سنه، انا لعبت معاه، فهو ما فيش حد تقريبا في الفرقه ما لعبش معاه، فاحنا طول عمرنا بنعتبره يعني اخ كبير لينا، وغير ان هو المدرب بتاعنا، بس هو الصراحه بيتعامل معانا كلنا بيحل لكم مشاكل يعني. يا نهار ابيض ده شايل واحد عليا في الاوضه والله. طب دي حاجات مهمه خلي بالك والله. ده اقول لك حاجه، كانت ليله ماتش الدوري، ايوه، وحصل مشكله هو للحين يعني، وبس وكسبنا الدوري الحمد لله. عشان المشكله دي اقسم بالله انا بحلم. ايه اللي حصل؟ لا يعني ما ينفعش نقول. طب خلاص يعني عايز تقول قول. مش مشكله اي طبعا اي لبس بيحصل فيها ساعات شد وجذب. على فكره ده نجاح بالظبط، وده اللي انا قلته لهم. قلت لهم الموضوع يبان بشكل سلبي لما يحصل زعيق بعد خساره او بعد شكل وحش، الموضوع الناس تبقى فاهماه بشكل سلبي، لكن صدقوني انا على قد ما انا يبان ان انا كنت متعصب عشان وقفت في الموضوع، لكن انا من جوايا مبسوط. هو ده رياكشن طبيعي. الفرقه خايفه عايز يرجع، خايفه وخايف على شكلها، هو ده رياكشن طبيعي. قلت لهم صدقوني انا مش متضايق، انا متضايق بس لحبه التفاصيل دون الدخول فيها، لكن هو ده رياكشن طبيعي. فرقه خسرانه لازم يبقى فيه، لازم نموت نفسنا. ده اللي انا لما شفته فعلا حسيت هو ده التغيير اللي احنا عاوزينه. ان الناس تبقى فاهمه الخساره شيء مش طبيعي، لا يعني الرياضه دايما يقولوا مكسب وخساره والكلام ده، انا غير مؤمن بالموضوع ده. الرياضه من وجهه نظري اللي عايز يبقى عظيم او الناس تفتكره لازم يكسب. مفيش فرقه بتخسر والناس بتفتكرها. مفيش واحد بطل يعني الابطال الاولمبيين اللي الناس بتفتكرهم عشان هو خسر، لا عشان هو كسب. فدايما اللي عايز يحقق حاجه لنفسه، عايز يحقق حاجه للفريق، لازم يكسب. فموضوع مكسب وخساره وما حصلش حاجه يا جماعه انا اسف ده كلام انا غير مؤمن بيه، وده اللي انا كنت لازم انقله للعيبه، ان انت يا مكسب يا مكسب، خساره لا يبقى في مصيبه، في حاجه حصلت، في كارثه، ما ينفعش الموضوع يعدي كده ان خلاص خسرنا فحصل خير. بالعكس لازم نقعد نتخانق ونزعق بالزبط. ونعمل علشان نطلع كل اللي جوانا عشان نقدر نبني من الاول. بالظبط، هو ده الروح يعني مش عايز اقول روح جديده، لكن ان احنا صحيناها تاني، ان انت تزود الدوافع، تخلي الناس عندها غيره على المكان وعلى نفسها، على نفسها الموضوع مهم جدا ان انت ما عندك غيره على نفسك. انا مش نازل، انا اسف اي حد معدي في السكه يكسبني. بالظبط، خليه يكسبني. لا انا لعيب، عندي شخصيه وعندي مستوى ما انزلش عنه، وعندي كرامه لازم انزل اعبر بيها جوه الملعب، واللعيب بيكتسب احترامه وكرامته عن طريق ادائه مش بحركاته. صحيح. بس هو ده يعني في المجمل بره الهاندبول يعني. حميد برضو ماشي، ايه وريني فرجني. طيب ماشي حميد، هو بيرفع الكاس اهو. ماشي يا سيدي، لقطه بالنسبه لك مهمه جدا يا حميد يعني. طبعا الصراحه يمكن بص الفرحه يعني، لا يعني هو ما لعبش يعني، ما هو ده اللي يوري ان في تغيير حصل. اتفضل اللعيبه بتدور على حميد عشان تديله الكاس، دي روح. هو بصراحه يعني دي محمود ابراهيم دي صراحه هم بيضايقوني برضه. ايوه انا واضح، هم بيضايقوني برضه فمش عارف. واضح، مش هقول ليه لان لا طبعا. هو الفكره ان انا بصراحه دي اهم بطوله في الموسم عشان ابقى صريح. طبعا كان نفسي العبها، واي لعيب يبقى نفسه يلعب كاس السوبر الافريقي عشان يتاهل سوبر جلوب. فاللعيبه كلها عارفه ان انا يعني او ان انا تاثرت ان انا مش هشارك في بطوله زي دي، او ان انا مش هقدر ابقى مع الفرقه في بطوله زي دي. فدي مش يعني مش جديده عليهم الصراحه. هم يعني انا اصلا كنت حابب طبعا اشكرهم على الاداء وعلى الروح النهارده الصراحه. يعني انا كنت هموت وانزل العب، بس طبعا بشكر طه الاول. طه طبعا ما شاء الله عليه الصراحه، والله يعني فعلا اسد، واحد من نجوم المباراه الحقيقه. طبعا طبعا هو الصراحه عارف يعني ما شاء الله عليه. هو دايما في وقت يعني المشكله ان هو دايما بينزل بيبقى عليه دور في وقت صعب جدا، بس هو ما شاء الله كل مره بيبقى يعني بيثبت ان هو قد الكلام ده. وبشكر الفرقه كلها طبعا على الروح وعلى الاداء، والله حاجه جميله جدا ان احنا نقدر نحقق البطوله دي في ملعبنا والجماهير موجوده كمان. طبعا برضه يا كابتن محمد مهم جدا اسالك النهارده، يعني علي زين انا اطمنت من الحقيقه من الكابتن خالد العوضي معانا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كرم من عند ربنا ان هي ما جاتش. يعني انا افتكرتها حاجه ثانيه بصراحه، وقال لي سمانه. الحمد لله سمانه فتعدي على قد يعني. هل من يعني طبعا ده كلام مش رسمي، ولكن هل يعني ممكن يقعد وقت طويل ولا ايه اللي هيحصل؟ والله طبعا حضرتك عارف بعد الاصابه على طول بيبقى صعب الدكتور يقدر يقول دي هيبقى كذا، فهو غالبا مستني اما الدنيا تهدى شويه. طبعا لسه يوم بكره يبص عليه لكن هي سمانه خلاص يعني ان شاء الله ما يعني
اقل الاضرار الحمد اقل لله. الاضرار. طيب خلينا نروح للنجم الكبير ايضا واحد نجوم واحد كباتن النادي الاهلي النجم الكبير كابتن ابراهيم المصري. يا ابو كباتن اهلا بيك كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ مبروك يا حبيبي، الف مبروك. ما جيتش ليه؟ بس انت لا صح انت يعني عشان بسم الله ما شاء الله ربنا يبعد عنك. واحد الابطال النهارده، انا مش عايز اقول لحضرتك انه قبل الماتش عنده مشكله في بطنه. انا اسف في الكلمه، ترجيع قبل الماتش، ترجيع بين الشوطين، لدرجه انا رحت له يا مصري لو في حاجه اقعد، قال لي لا ما تقولش حاجه انا هلعب بصراحه. يعني مش عايز اقول واحد من يعني من اهم اللعيبه الموجوده في العالم يعني، بس عشان اديله حقه والله مش مبالغه، هو عارف انا بقول له الكلام ده جوه الملعب وانا مستحق الحقيقه. فعلا مصري واحد من اهم اللعيبه الموجوده في العالم. وانا حابب وانا حابب اقول له حاجه برضو يا كابتن اسامه، معلش برضو اتفضل يا مصري، لو كرة جات لك صدها، ما جات لكش ما صدهاش، الموضوع إيه؟ سهل يعني. هي دي المشكلة. لا احكي لي، لا انا عايز افهم، احنا الناس مش احنا والناس مش فاهمين. عادي سهلة، لو ما جات لكش يا مصري ما صدهاش، الموضوع سهل. هو 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 حميد دايما بيطلع يفضل يتكلم ويقول اي حاجة، فما كنتش اقول له يا ابني اقف في الجون وركز، مالكش دعوة، الكرة جات لك صدها ما جات لكش، اقف في الجون ما تتكلمش. يعني المصري كان تعبان، انت بتقول كان تعبان، انا شايفه عمال يزق ويحمس اللعيبه يعني بصراحة. مسك في كام واحد كده وزق وكام زقه في الاخر لما النتيجه قربت شويه، وهتكلم على النقطه دي. ولكن دور كباتن الفرقه برضو كابتن ابراهيم، يعني الحقيقه واضح جدا 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 ان ليكوا دور كبير جدا، سواء حضرتك سواء كابتن اسلام كباتن الفرقه، يعني ليكوا دور مهم جدا في هذا الفوز، والفوز الحمد لله والشكر لله السيطرة على الأقل هذا الموسم. والله الحمد لله. في البداية طبعا أنا برحب بكابتن محمد إبراهيم طبعا، ويعني برضه أنا عايز أقول حقه كلام كتير، لأن محمد إبراهيم أثر معانا. محمد إبراهيم يعني بيعتبر مننا واحد مننا، إحنا بنعتبر واحد مننا مش من الجهاز، قريب جدا من اللعيبة، اللعيبة كلها بتحترمه، اللعيبة كلها بتسمع كلامه، لما بيتكلم معاه يبقى أخ مش مدرب، ودايما بيحط يعني بياخد باله من نقط معينه كده ممكن مش اي حد ياخد باله منها. فانا بحييه وبقدر دوره دوت، وهو كان ليه دور كبير جدا في اللي حصل في الاهلي. ده رقم واحد. رقم اثنين حميد، طبعا احنا بنفتقده جدا. حميد يعني من الاسباب الرئيسيه اللي احنا وصلنا فيه السنه دي. عمل ماتشات كتيره جدا في الدوري، وكان ليه برضه دور رئيسي ان احنا نكسب الكاس. وجدا في الفتره الاخيره. حمايد اصبح نجم كبير، الناس بتقلق منه، فانا بتمنى له ان هو يرجع احسن من الاول، وانا عارف ان هو هيرجع احسن من الاول. وان شاء الله كله خير، وده امتحان، وان شاء الله يقدر يرجع ويفيد الفرقه تاني باذن الله. يا رب ان شاء الله. الموضوع بقى كباتن الفرقه، اكيد طبعا احنا كلاعيبه كبار لينا دور، لان احنا معانا فريق معظمه مواليد 98 و2000. الناس دي اول مره، يعني شايف كتير منهم اول مره يلعبوا في الموقف ده. احنا كجهاز فني وكلعيبه كبار اكيد لينا دور، ان احنا دايما بنهيئهم قبل الماتش، ازاي ينزلوا الماتش وهم مستعدين، ودايما بنتكلم معاهم. والحمد لله لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه كويس، وناقصنا بطوله ربنا يكرمنا ونقدر ناخدها باذن الله. يعني كابتن ابراهيم النهارده المباراه الحمد لله من اول المباراه لاخرها الامور ماشيه كويس جدا، باستثناء 7-8-9 دقائق في النص كده، النتيجه كان الفارق 7 اصبح فجاه انا يعني دخلت يعني قمت ورجعت لقيت النتيجه 24-23. يعني الوقت ده تحديدا انت حسيت بايه؟ بص، هو طبيعي جدا انت بتلعب ديربي قدام فريق محترم زي فريق الزمالك، بيضم عناصر فيها ناس على مستوى العالم مش على مستوى مصر وافريقيا، فطبيعي جدا ان الماتش يبقى فيه منحنيات. بس هي الفرقه لما تبقى المحنه بتاعها نازل تقدر تتدارك الامر بسرعه وتقدر تقوم، واحنا قدرنا نعمل كده، ان احنا لما السكور قل ما تاثرناش، ما تهزناش، لا بالعكس، الجهاز الفني طلب تايم اوت، وقفنا اتكلمنا مع بعض وقلنا هنعمل ايه في الهجمه الجايه، ومشيت واحده واحده. فطبيعي جدا ان في الماتش الفريق يبقى طالع نازل زي ما قلت لك، بس اهم حاجه لما تطلع تستغلها. يعني احنا لما كنا كويسين قدرنا نستغل، والسكور تقريبا نص 7 أو 8، فدي حاجه مميزه. في نفس الوقت لما نزلنا ما وصلناش للتعادل، ممكن ماتشات هاند بول بتقلب في 5 دقائق، ممكن نوصل للتعادل ونخسر فرق 1 أو 2، بس الحمد لله عند سكور 1 قدرنا ان احنا نقوم تاني، والكيرف بتاعنا يطلع تاني، ودي حاجه مش سهله. يعني فعلا دي حاجه مش سهله ان الفرقه تبقى واقعه وتلحق نفسها على اخر جول وترجع تاني. انا بحيي الجهاز الفني واللعيبه على ده يعني. طيب وحضرتك معانا، خلينا نروح ايضا لاحد النجوم الكبار واحد نجوم هذه المباراه تحديدا، عمر خالد كاستيلو. يا كاستيلو الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام.
الف الف مبروك وسعداء جدا جدا بوجودك معانا. ومعانا طبعا كابتن محمد، مش عارف ليه كل ما اقول اسم هيضحكوا، سواء كابتن محمد او كابتن حميد، واعتقد ايضا كابتن ابراهيم وهو قاعد في العربيه بقى، ولا شوف هو قاعد فين بيضحك برضه. حبيبي يا كابتن اسلام، وشرف ليا موجود مع حضرتك، وبتكلم على كابتن محمد ابراهيم العالمي وحميد، وبتابع على مصر طبعا لو قاعد في العربيه وتابعني. يعني الف الف مبروك يا كاستيلو، مباراه صعبه ولكن بسم الله ما شاء الله. انا شايف الروح اللي بينكم كلها يا كابتن محمد، يا كابتن حميد، يا كابتن ابراهيم، يعني سواء كبير صغير مدرب لاعب، يعني حاجه جميله جدا جدا يا كاستيلو. طبعا وبقول له طبعا لكابتن محمد شكرا على الحاجه اللي عاملها معانا. كابتن محمد ابراهيم لسه مبطل مثلا من سنه هو قريب مننا. بشكر ابراهيم مصري، بشكر اسلام حسن، بشكر ناس كتيره كلها جوه الفرقه بتدعمنا بشكل شخصي، سواء على اللعيبه الصغيره بتنقلها خبراتنا، كلنا عيله واحده. بقول لهم الف مبروك، ومبروك للعيبه والجهاز الفني والاداره وجمهور النادي الاهلي العظيم. ماتش النهارده كان ماتش صعب جدا، الحمد لله قدرنا نكسبه، وربنا يكلم مجهودنا بالمكسب النهارده. اصعب اوقات المباراه يا كاستيلو النهارده لما الزمالك رجع للفارق. ما كلنا كنا، خلي بالك اصله دي كانت بتحصل قبل الدوري والكاس اللي فاتوا دول، يعني بالظبط هي ده الفارق المختلف المره دي، ان اللعيبه وقفت على رجليها، ما فيش حد اتهز، طلبنا طايم قوي، قلنا هنعرف هنعمل 1 2 3. اللعيبه كانت واثقه في قدراتها، واثقه في الكلام اللي هيتقال، دي حاجه كويسه ان احنا بعد ان الزمالك يرجع من السكور 6-1، بالعكس احنا ما نتهزش، احنا بالعكس احنا بنزود السكور، بنرجعه 3-4 تاني. الموضوع ده كان هو ده المفيد في الموضوع، ان الناس ما تهزتش، الناس اللي تقف على رجلها، الناس واثقه في نفسها واثقه في قدراتها ان احنا نكسب المباراه. تمام كابتن ابراهيم، يعني برضو لو حابب تقول حاجه لكاستيلو. يعني كاستيلو ممتاز جدا في الدفاع، او خصوصا في الدفاع. انا شفتك زقته كام زقه النهارده وكام تحميسه كده في النص. ده العادي ها؟ ده العادي بتاع المصري معانا. يعني انا بحس ان هو رايح، يعني عارف اللي هو ايه، عمال يعني يقول لكم يلا يفوقكم يعني. لا كاستيلو النهارده فعلا كان مميز جدا في الدفاع، عمل كذا ستيل، بلس ان البنالتيز في الماتشات اللي هي القريبه دي او ماتشات الديربي. انا الله يكون في عونك يا كاستيلو، يعني انا بقول لك الله يكون في عونك، الموضوع صعب جدا جدا، ان انت محتاج اعصاب، محتاج حد متمكن في المهاره دي. هو النهارده تقريبا شوط 4 أو 3 مش فاكر قوي، جابهم كلهم الزمالك، بقى بينالتي او 2، فخد بالك الحاجات الصغيره دي اللي بتفرق. يعني احنا طبعا بدل ما هنجيب بلس 1 وانت ضيعت بينالتي يرجع عليك بماينس 1، فلا الموضوع مش سهل خالص. فانا بحييك وبحييك على الاداء الدفاعي خصوصا، وان شاء الله ربنا يكرمك كاستيلو اللي جاي ونقدر نحقق اخر بطوله في مصر ان شاء الله. يعني كاستيلو، بما اننا بنتكلم على ضربات الجزاء، يعني ممكن تقول لنا ايه اللي بيحصل، كيفيه تفكيرك في هذه يعني في ضربات الجزاء وانت داخل تشوط، في ظل الكابتن ابراهيم بيقول ان هي بتبقى صعبه جدا وفي اوقات صعبه جدا وبتغير نتيجه المباراه. يعني فعلا هي الموضوع مش سهل خالص، هو الموضوع بتتكتب ان انت طول الماتش تبقى مركز في حاجات كتير، فلما يجي بينالتي فانت ازاي بتركز، ازاي هتشوط، هتشوط على مين، سواء كريم او النهارده او كان السبكي، فانت تعمل حساب لكل واحد، بتقعد تتفرج عليها قبليك يومين، بتتفرج على كتير قوي ازاي هو بيعمل ايه وانت مع حركتك في جسمك. انا بقعد اتفرج، فالموضوع كان بيبقى صعب اكتر في الضغوط لما يعني السكور بيبقى قريب، فدي بتبقى كوره مهمه. وزي ما المصري قال ان هم مثلا هم ضيعوا 2 مثلا، فاحنا بنجيب، فاحنا بيبقى عندنا ادفانتج ان احنا نكسب اكتر، هي دي الفكره. وكمان في اوقاتها الحاسمه ديت بتبقى في ضغوطات، بس هو الواحد لازم يبقى هادي ومركز هو هيعمل ايه فيها وهيشوط ازاي. انت قبل ما انا اخش ببقى عارف انا هشوط على مين وهعمل معاه ايه، وبفضل ابص واتفرج عليهم. يعني امال بصوا ده منك ليه في التمرين يا ابني؟ قول له يا حميد كل الكلام ده يا ابني، ما بتضيعش في التمرين خلاص يا عم، بس هو الراجل انا مش سامع بيقول لك. قول له بقول لك انت عمال تقول حاجات كتير قوي، انت بتضيعها كلها في التمرين. انا والله مش عارف العب في التمرين فعلا. يعني بقول لك بصراحه حاجه في الاسلام، والله انا اتعلمت كام واحده من كابتن محمد ابراهيم، والله دي حقيقه فعلا. سهله كام واحده كده، يعني انت بتضيعها في التمرين وبتيجي تشوطها في الماتش يا عم، عايزينك تضيعها كل يعني في التمرين بس. بضيع كتير يعني، والله ما بجيبش كتير في التمرين يعني. يعني الحقيقه احنا مستمتعين بيكوا كابتن ابراهيم. اتفضل. اقول حاجه بس، انا عايز احيي لعيب معين، احيي مصطفى رمضان. بالظبط كان هايل النهارده. لا هو مش موضوع ان هو جاب جون او 2 او 3، ان هو حمل المسؤوليه في الهجوم
وقدر ان هو يشوط اوقات حاسمه. فبعد ربنا بفضل الكذا كوره اللي هو تحمل فيها المسؤوليه، على فكره ممكن يضيع عادي مفيش مشكله طبعا، بس انا بتكلم على تحمل المسؤوليه، ان هو انا هتحمل المسؤوليه واشوط الكوره في الوقت الصعب ده. ربنا كرمه وجابهم. فلا النهارده محسن برضه بالنسبه لي، هايل النهارده. قبل ما اسيبكم يا كابتن ابراهيم وكابتن كاستيلو، يعني اولا توعدونا ان شاء الله ان شاء الله ببذل كل المجهود في بطوله افريقيا، لان جمهور النادي الاهلي بينتظر منكم برضو. خدنا ثلاث بطولات ولكن عايزين الرابعه كمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله احنا بنوعدك ان شاء الله ونقول الجمهور باذن الله ان احنا هنعمل اقصى حاجه عندنا، وربنا يكرمنا ونكسب بصوره رابعه ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا كابتن ابراهيم كابتن كاستيلو، الف 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 مبروك، يعني شرفتونا ونورتونا، ودائما ان شاء الله بعد المباراه او بعد مباريات كاس افريقيا ان شاء الله نجيب الفرقه كلها بقى ونتبسط مع بعض ان شاء الله. يا كابتن محمد، كابتن محمد برضو وقت ما الزمالك رجع 24-23 في ظل وجود لاعبين كبار، يعني انا واحد من الناس من محبين، خلي بالك من محبين ومن من الناس اللي بتحب احمد الاحمر جدا جدا، لانه واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في العالم من وجهه نظري. ان انت يكون واحد زي احمد الاحمر بهذه القيمه الكبيره موجود في نادي الزمالك وتقدر ترجع وتقدر تعمل كده في ظل وجوده، اعتقد ان ده شيء مميز جدا جدا ويحسب لكل واحد فيكم. والله كابتن اسلام زي ما حضرتك بتقول، هي دي اللي انت تبقى مؤمن تاني، هي الموضوع ان انت تبقى مؤمن بامكانياتك ومؤمن باللي انت بتعمله، هو ده الحمد لله بيخلي الموضوع لما بيحصل دروب طبيعي الماتش طول الماتش بتعلى وتوطى تعلى وتوطى، زي ما مصري قال انت في الوقت اللي عالي فيه لازم تحاول تحقق اكبر مكاسب بحيث انت معاك جونين ثلاثه لما يحصل لك الدروب تعرف تلحق تبالانس الموضوع. فهو ان انت ازاي تبقى متماسك في الفتره اللي انت بيحصل لك فيها داونز، هي دي اللي انت مؤمن. انا مؤمن ان انا الفرق من خمسه وصل لواحد او وصل لاثنين او كده، لكن انا من جوايا مؤمن ان انا اقدر اكسب. هو ده التحويل، يعني مش بعد فضل ربنا طبعا وشغل اللعيبه، ده اللي كنا يعني ربنا كرمنا كجهاز وكمجموعه ان احنا لازم نخلي اللعيبه تؤمن بنفسها، تؤمن ان هي قادره ان هي تكسب، تؤمن ان هي انا وحش بس انا الكوره دي لازم اموت عليها. وزي ما مصري قال نشكر محسن ونشكر كل اللعيبه، بس محسن فعلا خد قرارات النهارده صعبه حقيقه عليها صعبة. وهو ده الايمان. الاول كان ممكن اللعيبه انا اسف لفظ ممكن يستخبوا في المواقف الصعبه، صحيح، لكن في المواقف اللي زي دي بنبقى محتاجين كل لعيب ان هو يخش يعمل المطلوب منه بنسبه 100%، والتوفيق وعدم التوفيق دي حاجه بتاعت ربنا. يعني يا حميد وانت كنت قاعد بره ولكن عاصرت مثل هذه الامور قبل الدوري والكاس دول، معلش يعني انا كنت ببقى قاعد قدام التلفزيون، النتيجه كانت بتبقى فرق 4-3 و4 للنادي الاهلي، كنت بنزل. انا لسه كنت بقول لكم انا اسف يعني ان انا بقول هذا الكلام، كنت بنزل لان انا كنت عارف ان الزمالك هيرجع، صح؟ وانتوا قلتوا لي اه. السنه دي الوضع مختلف، يعني النهارده وانت قاعد بره ما قلقتش لما 24-23؟ والله لا انا فعلا هي تفاصيل صغيره الصراحه، حاجات أيوة. حاجات اتغيرت في كل واحد فينا. انا بتكلم عن نفسي، انا حاسس ان انا اتغيرت في حاجات كتير قوي جوه الملعب. اللعيبه كلها الصراحه زي ما كابتن محمد بيقول محسن ايا كان مين اللعيبه، غير تكتيكيا نفسيا كمان، انت كنت بتتهز لما بيحصل حاجه زي كده، ممكن تخلي هو حتى لو في فرصه ان انت ان هو ما يرجعش، لا هيرجع من كتر ما انت اتاثرت او ان انت خفت او ان انت قلقت او اي حاجه. انما ايمانك بنفسك او ايمانك بالناس اللي حواليك وان احنا لا احنا لسه هنرجع احنا تاني وهنتقدم عليهم تاني، دي تفصيله صغيره تفرق طبعا في الماتش. هي زي ما كابتن محمد بيقول دقيقه او دقيقتين ممكن يغيروا الماتش اصلا، هم رجعوا في 3 دقايق تقريبا، غيروا في 3 دقايق، واحنا في نفس الوقت لما بقى فرق واحد لينا طه صد كوره قطعنا كورتين ورا بعض السكور رجع 4 بقى الفرق 4 بس تاني. فهي تفاصيل صغيره. الاول ما كانش ده بيحصل للاسف، لا السنه اللي يعني قبل الدوري والكاس دول للاسف لا. انا فعلا عاشرت يعني اخر 4 سنين كنت موجود، لا احنا كنا فعلا، انا بتكلم عن نفسي حتى احنا كنا بنتهز او اللي هو حقيقي لا كان واضح رجع احنا ممكن نخسر احنا فبنخسر. بس الحقيقه كابتن محمد كان يعني ما كنت بتكلم مع مجلس اداره او اي حد مسؤول في مجلس اداره من اللي موجودين كان بيقول احنا مؤمنين جدا بمجموعه الشباب دول بالزبط. ان هم هيعملوا حاجه بالزبط. هو ده يعني الحمد لله التحدي او ان احنا نراهن على الفرقه اللي معانا، ان انت من اول يوم دخلنا النادي لازم نجيب لعيبه، لازم نجيب محترفين، لازم نجيب اللعيبه دي خدت على مش عارف ايه، خدوا على الخصم. ماشي يا جماعه، يعني انت تشتغل وتعمل الصح الاول وتجتهد وتموت نفسك ان انت تحاول تغير حاجه في المكان سواء فنيا بدنيا ذهنيا
نفسيا كل حاجه تشتغل عليها ونديهم فرصه يشتغلوا في الاتجاه الصح ونشوف بعد كده الدنيا فيها ايه. لكن من اول يوم تيجي يلا سلام عليكم يبقى احنا كده ما بنعملش حاجه. فده اللي احنا لا قلنا لا لازم الناس دي تستحق لان هم فعلا لعيبه كلهم كويسه وتستحق ان هي تبقى موجوده في النادي الاهلي. لكن الطريقه اللي كانوا بيداروا بيها او يعني اول بلاش يعني الامور كانت مختلفه الظروف يعني الظروف كانت مختلفه ما كانتش افضل حاجه. لكن الحمد لله هو طبعا في الاول والاخر توفيق ربنا ومن المكان ده. بس حابب اشكر ناس ممكن يكون ناس مش حاسه بيهم لكن هم وجودهم مهم جدا في الفريق. طبعا كابتن ياسر ابيه ورئيس الجهاز، كابتن هاني النجم عشان هو اللقب بتاعه ده مدير الفريق، كابتن ابو زيد الاداري، الدكتور عمرو يوري المعد البدني واخصائي العلاج الطبيعي. هو تايتل الغريب لكن هو ده الحقيقي، هو معد بدني وفي نفس الوقت اخصائي علاج طبيعي، راجل من الجنود المجهوله في الفريق لكن هو دوره مؤثر جدا. اسامه، دكتور محمد القط، عم رجب، بس حد حميد انا لا حميد ده الخير والبركه ما اقدرش. لا حميد فعلا من الاجوان فعلا الثقيله، الاجوان الثقيله اللي هي ان شاء الله ليها مستقبل يعني ما شاء الله ولسه صغير في السن ويعني قدامه العمر ان شاء الله. 24 سنه لسه صغير ها؟ طبعا 23 ماشي يا سيدي بالراحه. دي محنه هو اللي هو فيها دي محنه. وطبعا ان شاء الله هيعدي منها. وعلى المستوى الشخصي احب اشكر طبعا مجلس الاداره ان هم برضو امنوا بيا ان انا لعيب صغير لسه مبطل وان هم يامنوا يحطوني في مكان زي ده. دي حاجه ما حصلتش في النادي الاهلي قبل كده لكن ان هم امنوا بيا مجلس اداره والنشاط الرياضي ممثل في كابتن خالد العوضي من اكثر الناس اللي كانت مؤمنه بيا واصر على وجودي في المكان ده فبشكره طبعا من هنا. واشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا سواء جمهور مجلس اداره نشاط رياضي كل الناس عمال ملاعب في الصاله في الاوضه عندنا كل الناس بصراحه. حميد علي زين ما بقالوش يومين ثلاثه ولكن اعتقد ان كان له دور في, في, في يعني انا لسه كنت بتكلم في مع كابتن محمد على ان هو ما نزلش كتير النهارده ولكن قال لي لا ده كان له دور كبير. لا علي طبعا يعني علي لعيب كبير سنا ومقاما الصراحه. هو من اللعيبه حتى يعني في المنتخب حتى مش مجرد وجوده في النادي. لا علي طبعا لعيب عنده شخصيه كبيره جدا، لعيب ذكي بيعرف يتكلم مع الناس، بيعرف يشد الناس اللي جنبه، بيعرف يهدي الناس في وقت صعب. لا علي ليه دور كبير طبعا. هو ممكن يكون النهارده احنا يعني افتقدناه للاصابه في الشوط الثاني بس لا هو علي ليه طبعا دور. هو بيتكلم مع الناس، هو بيعتبر من اكبر الناس في الفرقه ومن اقدم الناس في الفرقه اصلا طبعا. فكره رجوعه لينا دي حاجه تضيف لينا كتير في الملعب وبره الملعب. فلا علي طبعا نجم كبير يعني. ممكن تقول الو تشتغل مذيع تسال وتجاوب وتعمل كل حاجه مع اللي احنا بنقول له الو طبعا وبنبارك له. انا باركت له اهو، يلا انت قول الو بقى وعيش. لا اعرف مين الاول. لا انت قول الو هتعرف. الو ازيك يا حوحو؟ الاسطوره من اسلام حسن. ايوه ازيك يا اس؟ يا حوحو ايه الاخبار؟ كمل يا كابتن اسلام. كمل يا حوحو. الله يبارك فيك، مبروك عليك يا كابتن مصر، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام. يعني كابتن النادي الاهلي الحقيقه واحد من المتالقين بشده خلال هذه الفتره، يعني الف الف مبروك يا كابتن اسلام. يعني سيبك بقى مع حميد ومع كابتن محمد ابراهيم. الله يبارك فيك حبيبي يا اسلام. حاسس بقى اس طيب وانت ازيك يا ابطال؟ عايز تسال حاجه ولا هتعرف تشتغل؟ انا هسال. مش انت يا كابتن اسلام؟ انا ماليش دعوه، انا مش موجود. طب اهم سؤال اصلا محدش واخد باله منه، حاسس بيه وانا مش في الملعب؟ ايه؟ حاسس بيه وانا مش في الملعب؟ والله متضايق جدا والله. انا متضايق ان انت مش في الفريق اصلا من يعني الاسبوع ده كله، حاجه ضايقانه والله جدا كل الفريق. طب حاسس بايه وانت بترفع كاس السوبر لتاني سنه على التوالي وان احنا رايحين كاس عالم الانديه؟ الله يبص الحمد لله رب العالمين. احساس كبير جدا ان انت ترفع السوبر وبالذات جوه ارضك وسط جمهورك، اكيد حاجه مختلفه عن كل البطولات اللي فاتت. و الحمد لله ان ربنا كرمنا بيها. طب وحاسس بايه وجدا؟ انا مش عارف اكلمك رسمي. ما تتكلمش رسمي. لا اتكلم رسمي والنبي. انا مش عايزك تتكلم رسمي عشان خاطر اتكلم رسمي. وانا سايبك تتكلم معاه ليه؟ عشان تبقى مش رسمي. انا معايا لابس الجاكيته وبتاع فهتكلمني رسمي. بص يا حميد انا كنت لا بس خلاص بلاش لازمه. لا بالعكس، الناس بتحب تسمع الكلام اللي بيحصل ما بين اللاعبين. لا بص والله انا عاوز اقول حاجه بس. اتفضل. فحميد يعني انا على طول بقولها له جون يعني ما شاء الله ما حصلش زيه في يعني مع احترامي لكل الاجيال اللي كانت موجوده. كل واحد ادى دوره بطريقه كبيره جدا بس هو جون بالنسبه لي مميز جدا.
قوه كبيره جدا للفريق، اكيد افتقدناها الفتره دي. اكيد الحمد لله طه، وكان محمد ابراهيم طبعا اتصاب، لكن طه اكيد ادى الدور ده بنفس الفعاليه. بس حميد هو عارف ان هو بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، مفتقدينه جدا في الفريق، وان شاء الله يقوم بالسلامه وبهديله البطوله دي كمان. ربنا يخليك يا كابتن اسلام. والله كابتن محمد انت ممكن محمد ابراهيم منور طبعا حبيبي يا اسلام. كابتن اسلام معلش، واحنا وانت معانا برضو خلي كابتن محمد يقول الو. الو ازيك يا كابتن محمد؟ يا عيمه يا عظيمه توتي الدكتور الكبير ده. لا مش توتي، انت غلط. فيصل؟ ايوه هو ده. ايه ده؟ رش عليا. هم غششوني غلط والله يا فيصل. كتبوا على الشاشه عبد الرحمن طه، فانا اتخدعت فيصل وقعدت بقلبي. ازيك يا فيصل؟ عامل ايه يا ايمن؟ فيصل برضه من اللعيبه المهمه جدا في الفريق، يعني برضه الناس دايما بتبص على الهجوم، لكن فيصل من اللعيبه العواميد الاساسيه عندنا في الفرقه في الدفاع. راجل دوره مهم جدا جدا جدا، والناس كلها يعني طبعا علي زين لعيب كبير من هنا، نقول نقدر نقول من هنا لحد السنه الجايه طبعا، واضافه كبيره جدا لينا، وممكن نقول برضو كده من حد السنه الجايه. وشات فيه مجروحه يعني علي، العلاقه بيني وبينه هو عارف، لكن يعني من يوم علي جه او حتى واحنا متفاوض مع علي ان احنا الاختيار الاول بتاعنا هو فيصل وبعديه خليل، وعلي موجود معانا زي ما قلت لحضرتك اضافه لو الناس دي مش موفقه، لكن هم رقم واحد فيصل ورقم اتنين خليل، هم دول اللعيبه اللي بتمرن معانا طول السنه وعارفين طريقتنا. لكن طبعا فيصل العواميد اللي موجوده في الفرقه دفاعيا لعيب مهم، وان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه يبقى ليه دور ان شاء الله اكبر جوه الفرقه وان شاء الله في منتخب مصر. ومي لا انا ممكن اقول لفيصل طبعا ايه في ايدك يا عم كويس في البلوك. صد بقى يا عم بقى. لا والله فيصل ما شاء الله عليه برده الصراحه، موسم من احلى مواسمه حتى والله العظيم، فعلا زي ما هيما قال هو احنا بنبقى مطمنين وهو مصري قدامنا في الدفاع. والسنه دي برده عشان كنا بنتكلم في الحته دي من شويه، بصراحه هو من الناس برده اللي بقت بتاخد قرارات في وقت كويس جدا وفعاليه كويسه جدا، فهو ما شاء الله في تطور، وان شاء الله بقى ربنا يكرمه مع النادي اكتر والمنتخب ان شاء الله. خليل احفظها ربنا يرجعها بالسلامه يا حبيبي. يعني كابتن اسلام برضو وانت معانا في ظل هذه الاجواء الفرحه والسعاده وكل الكلام ده كله، برضو سؤال معرفش هل الحاجات دي بتفرق ولا لا، ولكن هل فوز كره القدم بكاس السوبر يوم الجمعه كان له دور في حماسه اللاعبين النهارده؟ انا عارف ان انتوا دايما مشجعين درجه ثالثه برضو لكل فرق النادي، فبالتالي هل ده بيفرق معاكم؟ بص اكيد اكيد اي مكسب لاي فريق جوه النادي الاهلي بيحمس بقيه الفرق كلها، وكل فرقه بتبص لان الدنيا كلها بتتغير مع المكسب جوه النادي الاهلي بالذات. وانا طول عمري بتكلم مع الفريق واللعيبه ان المكسب جوه النادي الاهلي غير، نعم، وهتحسوه بعد المكسب. الناس حست كده وشافت كده، وفعلا انت بتبقى في ناس تانية شايفه ان انت بتكسب فتبقى عاوزه تكسب هي كمان، وانت شايف ناس تانية بتكسب زي فريق الكوره لسه كسبان السوبر وكسبان الكاس قبليها، انت اكيد بتبقى متحمس ونفسك ان انت تبقى موجود في صوره زي دي او في لقطه زي دي، والحمد لله ربنا بيكرمك بيها يعني. يعني ان شاء الله ربنا يكرم الكوره كمان، يعني يبقوا قربوا منكم لان هم انتوا خدتوا زياده الدوري، هم لسه ما خدوش الدوري، ربنا يكرم ان شاء الله ناخد كل البطولات. يعني فيصل برضو وجود نجم كبير واسم كبير زي كابتن اسلام وبقيمته ووجوده في النادي الاهلي اعتقد بيبقى دوره مهم جدا في الملعب وبره الملعب برضو. كابتن اسلام يعني من اللعيبه الكبيره في الفريق، ومن ده كابتن الفريق، واحنا طبعا ده له الصوره بتاعتنا. حبيبي يا فيصل والله. طيب برضو يا فيصل يعني اصعب اوقات المباراه، وما تقوليش 24 23 لان احنا كلنا قلناها، وكل والسؤال ده انا بساله لكل الناس، قول لي وقت تاني غير 24 23 لما الزمالك رجع يعني في المباراه. والله هو الماتش صعب، كلها بتبقى صعبه. اكيد طبعا في الوقت اللي هو الزمالك كان بيقرب فيه ده، الوقت ده كان صعب جدا. لا انا بالنسبه لي اوقات الماتش كلها كانت صعبه يعني. دايما الوقت الاخير بيبقى اصعب، يعني اللي هم مثلا الدقائق الثلاث اربع دقائق الاخيره برضو يا كابتن محمد بتبقى اصعب كتير، وجهه نظري معرفش صح ولا غلط، بتبقى اصعب كتير من بدايه الماتش. والله زي ما يعني انا بروح للناحيه بتاعت فيصل، ان الماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه
هو ماتش صعب. انت حتى وانت كسبان 2 عايز تزود تبقى 3، وانت كسبان 4 عايز تزود تبقى 5، وانت خسران 4 عايز تحافظ. هي تفرق يعني بان انت مثلا كسبان فرق 6 7؟ لا، ما زي ما قلت لحضرتك انت الماتش طول الوقت ابس اند داونز، فانت وانت فوق عايز تاخد اقصى حاجه تقدر تاخدها، لان اكيد في دروب هتقع تاني. فبالظبط انت بتحاول زي ما يقول معاك كريدت بحيث لما يحصل داونز بالظبط نفس الموضوع، وانت في الداونز بتاعك بتحاول طول الوقت تحارب ان بدل ما ابقى 4 بدل ما يبقوا 3 خليهم طول الوقت 4 وحافظ ان انا في الداونز بتاعي من الهجوم مش موفق يبقى الدفاع موفق حراس المرمى موفق. طول الوقت الماتش في شد وجذب وطول الوقت عمال تفكر طب لو ده مش ماشي طب نحط مين، طب لو نزلت ده مش راكب مع ده فلازم اشيل ده، تبقى طول الوقت في حسابات، لان احنا لعبتنا لعبه سريعه في نفس الوقت بتهتم بتفاصيل كتير جدا سواء دفاعيا او هجوميا او على مستوى الجري او على مستوى الهجوم المنظم. فطبعا الحمد لله، لكن هي في من اول دقيقه لاخر دقيقه الماتش بدايته بتبقى صعبه جدا طبعا. قبل اخر خمس دقايق في الشوط الاول بتبقى صعبه جدا بدايه الشوط يعني. طبعا كل ماتش كل فتره في الماتش ليها صعوبتها. كابتن اسلام، لو يعني هتجمع بقى لعيبتك بكره وهتقعدوا مع بعض عشان اللي جاي وعشان بطوله افريقيا، هتقول لهم ايه؟ لا بص يعني اكيد والله بص يعني مش انا لوحدي، في كلكم احنا مقتنعين ان كل واحد ليه دور، كل وعندنا كذا كابتن فريق مش اسلام بس. بدايه كابتن محمد ابراهيم على فكره بيقوم بدور كتير جدا طبعا، واحنا متعودين منه اجتماع كل قبل ماتش بصراحه بيحمس الفرقه جدا فيه. ف الفكره كلها ان احنا هنقفل الصفحه دي اكيد، هنتكلم ان الصفحه خلاص اتقفلت، عندنا بطوله ثانيه بطوله مهمه جدا على ارضنا برضه وسط جمهورنا. ودايما بقول وهقول البطوله في ارضك ب 10 بطولات. خلاص السوبر خلص الحمد لله، عاملين موسم لغايه دلوقتي الحمد لله موسم كويس، عاوزين نبنيه بشكل كويس يعني. انا عندي سؤال لاسلام. اتفضل يا اسلام، ايه سر نشاطك وحيويتك يا كابتن اسلام؟ كابتن محمد لا بجد والله اسلام، يعني عايزين نعرف يعني اسلام يعني من اكتر لعيبه، خلينا نتكلم بقى على المستوى الشخصي، هو صديق شخصي طبعا، لعبنا يعني مع بعض منتخب ونادي وحتى بره مصر كتير، فيعني بلاش اتكلم عليه عشان ما يبانش ان انا بعمل حاجه، بس يعني اسلام من الناس اللي اتحملت كتير جدا، حصل عليه هجوم كتير جدا فترات انا ما كنتش موجود فيها في النادي بس كنت شايفها من بره. انا حسيت بمدى الاحساس اللي هو حاسه، لكن اسلام السنه دي رد على كل الناس وهايل رائع فعلا، تميز على المستوى الخططي، مستوى الاداء، مستوى البدني، رجع اسلام الطبيعي. فانا بساله السؤال ده، ايه السر يعني اسلام عشان برضو نبقى نفيد الناشئ بالموضوع ده؟ بص لو عاوز الكلام مين انا شخصيا عملت ايه، والله انا طول عمري بعمل حاجه واحده بس. انا بحاول ان انا اولا ان انا ما ينفعش يعني مش ما ينفعش ان هو انا اعلى من اي حد، لا مش اعلى من اي حد، انا ما بحاولش اقارن نفسي باي حد خالص، بحاول اركز مع نفسي بس، احاول اتمرن واقول كده انت هيجي لك الوقت اللي ربنا يكافئك فيه على التعب ده. فانا بشوف ان التعب دي اهم حاجه بالنسبه لي، بركز في كل تفصيله في حياتي الحمد لله، بوجهها للرياضه نفسها. وطبعا اكيد 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 الفتره اللي فاتت انا شايف ان في فترات كتير انا اتظلمت فيها، بس في نفس الوقت زي ما بقول لك انا كنت ببقى صابر والحمد لله رب العالمين. في ناس كتير جت ادتني ربنا رجع لك حقك بشكل كبير جدا، هو كان كابتن محمد ابراهيم اولهم يعني. فيصل لو عايز تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي الحقيقه قبل ما نقفل معاك. بصراحه النهارده الناس كلها كانت حاسه بالموضوع دوت، احنا اكيد نعم الماتشات اللي فاتت كلها من غير جماهير. اكيد النهارده الاجواء والصاله يعتبر متقفله كتير، الموضوع مختلف جدا، فانا احب اشكر الجماهير كلها اللي حضرت النهارده واللي سندتنا. والموضوع بالجماهير بيبقى موضوع بيبقى الحاله مختلفه يعني مع كل اللعيبه. نعم انا بشكر فعلا كل الجمهور وكل الناس اللي سندتنا النهارده. انا بشكرك جدا يا فيصل على وجودك معانا، والف الف الف مبروك، وان شاء الله نهنيكوا بعد بطوله افريقيا. كابتن اسلام انا بشكرك جدا على وجودك معانا، وان شاء الله برضو نهنيكوا بعد بطوله افريقيا، ويبقى تهنئه ان شاء الله ان شاء الله، واحتفال كبير بقى تبقوا حضراتكم متواجدين معانا، اسمحوا لكم ان انتوا تبقوا متواجدين معانا ان شاء الله ان شاء الله. يا رب ربنا يكرمنا في بطوله افريقيا. كابتن محمد انا مش عايز اطول عليكم، انا عارف ان هو اليوم صعب ويوم طويل ويوم، ولكن حلاوه الكاسين لما يبقوا جنب بعض كده حاجه حلوه جدا وحاجه رائعه جدا يعني، سواء في الهاندبول والبطوله الافريقيه او السوبر الافريقي او السوبر المحلي وكره القدم.
طبعا يعني مش عايز اقول ان هي كره القدم هي رقم واحد في النادي عندنا، طبعا هي دي الغذاء بتاع الجمهور، فطبعا طول ما الكره ماشيه كويس وبتكسب فالنادي كله مبسوط. لا قدر الله حصل اي تعثرات النادي كله بيزعل، بما فيهم احنا وكل الجماهير وكل حاجه. طبعا مبارك للفريق الكوره، فريق محترم وعملوا ماتش هايل، انا واحد من الناس كنت متابعه يعني، ماتش جميل فعلا استمتعت بيه. وهم فريق رجاله برضو بيحصل لهم انتقادات كتير، لكن في كل مره بيثبتوا ان هم طبيعي قد المسؤوليه وبيردوا على الناس او بيردوا على الناس اللي بتشكك في ان الفريق ده مش فريق كويس، لكن فريق كويس وجهاز فني واضح انه جهاز محترم. انا طبعا مش خبير في الكوره، لكن اللي بشوفه ان طول الوقت الناس بتكسب بطولات يبقى اكيد الناس دي ناجحه. طبعا طبعا الحمد لله زي ما اسلام قالها بتبقى دوافع، انت بتشوف حد بيكسب فالمكسب بيجيب مكسب. الفولي بنات بيكسب، الباسكت بيكسب، الفولي بيكسب، الهاندبول بيكسب، كله الحمد لله والشكر لله. الحمد لله يعني ده نتاج شغل اكيد كبير جوه النادي على كل المستويات، سواء مجلس اداره او نشاط رياضي. ف اشكرهم جميعا وان شاء الله القادم احسن للنادي ان شاء الله. حميد يعني قبل برضه ما اسيبكم انا عايزك تكلمني عن ديفيد ديفيز، يعني ما اتكلمناش عنه كتير النهارده لان انا محضره الحلقه، يعني انا سايبه مش محتاجين نتكلم عنه يعني انا سايبه الحلقه ان شاء الله بعد البطوله الافريقيه، ده وعد ما بيني وما بين الكابتن خالد وما بين ديفيد، فكلمنا عنه. لا هو ديفيد الصراحه غير ان هو مدرب كبير جدا، هو شخصيه قويه جدا. ممكن انا من رايي الشخصي دي حاجه كنا احنا مفتقدينها بصراحه. طبعا طبيعه الشعب المصري او اللعيب المصري ان هو بيبقى محتاج حد برافو عليك يعني صح. يبقى قاسي شويه عليه او كده. انا حسيت ان دي اكتر حاجه اتغيرت في الفرقه بصراحه، حاجات كتير قوي اتغيرت بسبب وجود ديفيد، مع انه مش باين عليه. لا 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 هو بيضحك بس هو ما بيضحكش لا والله والله ما بيضحكش خالص خالص، وعدو الفرح ما شاء الله يعني لا يعني ما النهارده يعني اكيد فرح، انا شايفه مبسوط. هو بيفرح بس هو عنده قاعده اللي هو خلاص احنا فرحنا، ومجرد ما بيخرج من الملعب خلاص هروح عشان افريقيا، محدش خلاص محدش يروح حته، احنا راجعين من المعسكر. بس هو الصراحه فنيا وهو بصراحه مدرب كبير جدا. لما جه منتخب مصر عمل طفره كبيره من حقيقي 2019، فلا هو وجوده كبير مهم جدا. وزي ما كابتن محمد قال الجهاز الفني الصراحه كله على اعلى مستوى، وفينيو لوسر طبعا مدرب الحراس ده بجد في حته لوحده. انا بجد انا قلت ناس ساعات بتتريق عليا، هو فعلا والله من احسن مدربين اجوان في العالم. هو مدرسه تانية خالص، مدرسه لوحده، وبيعرف يتحكم فيك نفسيا وفنيا وكل حاجه، ودي حاجه صعبه جدا انت تلاقيها ان واحد يعرف يتحكم فيك جوه الماتش لو ايا كان ايه يعني اجواء المباراه. لو انت كسبان بيحصل ايه؟ بيتكلم معاك، بيجيبك تعالى. هو بجد بيجيبني في كل كوره، بيتكلم معايا في كل كوره، مش دخلت فيا، هو بيتكلم معايا اللي هو اهدى، لو انا غلطت في حاجه بيقولها لي في لحظتها، لو خد باله من حاجه، لو حاجه انا نسيتها مثلا احنا اتفرجنا عليها في الفيديو، لعيب معين بيشوط في حته معينه من مكان معين، هو مديني كل حاجه قبل ما انزل الماتش بصراحه. والله فهو ربنا يكرمه ربنا يكرمه. اخيرا لو عايزين بقى توجهوا اي كلمه لجمهور النادي الاهلي، الشيء او الحاجه الاساسيه في حياتنا وفي بطولاتنا كلها. طبعا يعني الرياضه بتتلعب اصلا عشان الجمهور، فطبعا الجمهور هو كل حاجه. يعني بتكلم رياضه يعني جمهور، فطبعا بشكرهم النهارده. انا كنت عارف ان في بعض الحاجات داخليه بينهم او ان هم ليهم مشاكل، بشكرهم طبعا ان شاء الله كله بيتحل. انا عارف ان احنا مجلس الاداره مش هيأثر في الموضوع. لا مجلس الاداره لكن كل حاجه عارف كل حاجه بتاخد وقتها طبيعي، لان دي بتبقى اجراءات ودخول وخروج. يعني طبعا انا عارف ومتاكد من ده، لكن طبعا بشكر الناس اللي جت، اللي هي لان طبعا كانت هتبقى الموضوع مش الطف حاجه ان نبقى الماتش في ملعبنا والصاله جمهور الزمالك اكتر او صوت جمهور الاهلي مش موجود. فطبعا بشكر كل الناس اللي جت بصراحه، يعني ما كانش ينفع يروحوا زعلانين، فبشكرهم جدا جدا جدا. الناس بصراحه من اول يوم كنا موجودين فيه حتى في العصرات واقفين جنبنا وبيدعمونا وحاسين ان في حاجه بتحصل في الفريق، فبشكرهم جدا 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 ان هم امنوا بينا. واهم حاجه انا دايما بحب استخدم كلمه الايمان، امن بيك وامن باللي بيحصل. وبشكر طبعا بشكر ربنا طبعا. انا من اكتر ممكن الناس المحظوظه في حياتها ان انا يوم ما ابدا كارير بتاعي ابدا مع واحد زي ديفيد ديفيز. يعني مش كده بقول لك انا احنا يعني انا اقل ان انا اتكلم عنه او ان انا اقول طبعا ده واحد شخصية من عبقريه من التوب 3 في العالم يعني. فاحنا بشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي ان هم قدروا يجيبوا حد بالكفاءه دي بالكواليتي ده طبعا والكفاءه دي. فطبعا انا محظوظ، بشكر ربنا رقم واحد، وبشكر مجلس اداره ان وثق فيا وحطني في مكان زي ده مع راجل بالمواصفات دي. حميد
انا هشكر الصراحه الجمهور على حاجتين. اول حاجه ان هم فضلوا مامنين بينا وبيساندونا وما فقدوش الامل فينا، احنا اثرنا كتير فعلا. يمكن اللي بيحصل دلوقتي الحمد لله البطولات اللي احنا بناخدها دي اقل حاجه نقدر نهديها لهم، او دي زي ما تقول بدايه تصالح ما بيننا وبينهم، او بنرد بدايه لسه. احنا بنرد بس حاجه من اللي هم استحملوها او عملوها معانا. وبشكرهم بقى على المستوى الشخصي، انا شفت الصراحه حب ودعم من الجماهير بعد الاصابه بالذات، طريقه يعني شفت دعم كبير جدا بصراحه. يمكن هو الحاجه الوحيده اللي هونت عليا ان انا شفت ان جمهور النادي معايا وبيحبني وكده. ربنا يخليك. فالحمد لله بجد، والله انا بشكرهم بجد، وبتمنى ان انا ارجع برده عشان ان شاء الله ارد لهم حب. احنا انا اللي كنت محظوظ النهارده ان حضراتكم كنتم معايا، سواء انت يا كابتن محمد او انت يا كابتن حميد، والف الف مبروك. بشكركم جدا 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 على تلبيه الدعوه وعلى وجودكم معانا. يعني انتم مش متخيلين جمهور النادي الاهلي عامل ايه الحقيقه على السوشيال ميديا بوجودكم، فرحانين جدا وسعداء جدا، وفي نفس الوقت فرحانين جدا وسعداء جدا بالمستوى اللي انتم بتقدموه. ولكن خلي بالكم ابتداء من النهارده اقفل، وهنبتدي نبص على بطوله افريقيا وايه اللي هيحصل في بطوله افريقيا. فشرفتونا ونورتونا. وطمنا بس اخيرا، انت ان شاء الله امتى؟ لا انا انا لسه قدام اربع خمس. لا انا الحمد لله، انا برضو عايز اشكر طبعا مجلس الاداره، الناس ما تاخرتش عليا في اي حاجه على طول. صراحه كان تواصل معايا، يعني كابتن محمود كلمني تاني يوم على طول. حصل كابتن محمود الخطيب كلمني تاني يوم، والوزير عمرو فاروق، وكابتن دكتور خالد باشمهندس خالد مرتجي الناس كلها الصراحه يعني مجلس الاداره كلهم كلموني وقالوا لي ما تقلقش من حاجه. سافرت بعديها بعد اصابه باسبوع الحمد لله، سافرت عملت العمليه ورجعت، حتى قدرت ابقى موجود النهارده. يعني هم كان المفروض اطول اكتر، هم سالوني لو عايز ارجع فرجعوني عشان احضر الماتش. فبشكر طبعا مجلس الاداره، وبطلب بس من الناس تدعي لي ان شاء الله ان انا يعني اقدر ارجع كده كويس ان شاء الله. ان شاء الله ترجع وتبقى احسن من الاول، وان شاء الله يعني لسه بدري 23 24 22 يا عم اهو كمان. اي حاجه اي حاجه، ربنا يديك الصحه دايما والعمر، ودايما تجيب بطولات للنادي الاهلي ولجمهوره. بشكرك جدا يا كابتن محمد. لا بشكر حضرتك يا كابتن اسلام، الف الف مبروك، وان شاء الله نبارك لكم بعد السوبر، بعد الكاس افريقيا ان شاء الله، ونعمل بقى احتفاليه كبيره في الاستوديو، كل اللعيبه تبقى موجوده ان شاء الله. اتشرفت بحضرتك طبعا يا كابتن اسلام، وبشكر حضرتك وبشكر كل بالعكس ده احنا بنشكرك جدا. شكرا جزيلا يا كابتن حميد. بشكرك يا كابتن اسلام، والله فرحنا جدا ان احنا مع حضرتك طبعا. ربنا يخليك، الف الف مبروك. طبعا الف الف مبروك لابطالنا، ابطال كاس السوبر الافريقي في كره اليد. يعني كانت حاجه بسيطه او احتفاليه بسيطه جدا، لان احنا عندنا مباراه بعد بكره. كابتن محمد شرفنا، وكابتن حميد ان شاء الله ان شاء الله بعد البطوله نبارك لهم ونعمل احتفاليه كبيره جدا. انا بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معنا. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هستقبل النجم الكبير كابتن محمد حشيش، هنتكلم عن كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز على بيراميدز في بطوله السوبر المحلي، وايه اليوم الحلو ده.